بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله، أمنيات رائعة وأهداف جدا مميزة وضعتموها. صراحة قرأت هذه التعليقات وهذه الأهداف التي تودون أن تصلوا إليها، وأسأل الله العظيم أن يحقق لكم هذه الأمنيات فردا فردا. بس حابب أذكر بأنه نحن هاي الأهداف اللي حطيناها لازم نشتغل لحتى نوصل لها، يعني مو مجرد أنه نحن نحط الهدف ونقول يا رب يتحقق، لا، حندعي أنه يتحقق بإذن الله ونمشي بخطوات عملية لحتى نحققهم. فمثلا اللي حاطط بهدفه أنه يحفظ القرآن الكريم لازم يقول أنا هحط خطة، اليوم بدي أحفظ نص صفحة، بكرة بدي أحفظ كذا، يحط خطة. تمام؟ اللي حاطط ضمن خطته أنه يصير طبيب مميز، فيبدأ من هلأ يقول أنا هشوف هلأ المعلومات السابقة، راجعها، دونها، أحفظها، إذا في شيء ما هو ضابط أحفظه وثبته وأسأل عنه وأفهمه إلى آخره. فإذا الأهداف الجميلة اللي وضعتوها حتى تتحقق إن شاء الله، شدوا همتكم واكتبوا، دونوا الخطوات العملية اللي أنتم حتنفذوها في سبيل الوصول إلى هذه الأمنيات. أسأل الله العظيم أن يوفقكم وأن يحقق هذه الأهداف الجميلة التي وضعتموها. طيب هلأ نحن حتى نستفيد ونفيد غيرنا، خلينا نحط هذه الخطة على التعليقات أيضا. بجوز تكون خطتنا كتير مميزة غيرنا يستفيد منها، بجوز يكون خطتنا فيها نقص شوي نستفيد من خطة غيرنا، فحتى نكون متعاونين ومتكافلين بهذا الموضوع خلينا نحط هاي الخطة ونقرأها. ممكن تكون نحن عندنا نصائح لكل واحد فيكم نقول له إياها، مثل ما قلنا حتى الكل يستفيد. تمام إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.